هذا المشروع الذي تنفذه هذه المؤسسة بالشراكة مع العديد من الرعاة الدوليين والمحليين داخل المحافظة. نحن في مؤسسة إنقاذ استهدفنا الأسر الأشد فقرا داخل المحافظة. هذه السوق الخيري يأتي لتلبية احتياجات هذه الأسر في العديد من المجالات: الملابس، الأحذية، السلع الغذائية، الغاز، الخضروات. نحن في المؤسسة أيضا عازمون على تنفيذ هذا المشروع في لأكثر من مرحلة، وإن شاء الله لن تكون هذه المرحلة على المدى البعيد، ستكون إن شاء الله قريبا إذا توفر الدعم حسب الرعاة. في شهر رمضان المبارك سنفتتح هذه المرحلة الثانية، وندعو جميع المؤسسات والمنظمات سواء الدوليين والمحليين للتفاعل مثل مع هذه المشاريع لإعادة الحياة لمحافظة تعز وتطبيع الحياة داخل المحافظة. ودشنا اليوم المشروع الخيري المجاني الأول، وهو عبارة عن معرض خيري مجاني تقيمه مؤسسة إنقاذ التنمية الخيرية. وصراحة نحن اندهشنا من هذا العمل الخيري الإنساني لأبناء مدينة تعز في ظل الحصار والحرب المفروضة عليهم من قبل الميليشيات الإجرامية الحوثية الإيرانية. وهذا العمل عمل إنساني. نشكر المؤسسة إنقاذ التنموية الخيرية على هذا العمل الفريد من نوعه داخل محافظة تعز.